بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مشاهدي الكرام في مصر وفي العالم أجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهالينا. النهاردة معنا حوار مهم جدا، معكم سوزان الروبي. معنا حوار مهم جدا بيتكلم عن الخير في المجتمع المصري وعن الأعمال الخيرية. النهاردة معايا ومعاكم الأستاذة عفاف عبد الرحمن. عفاف محمود عبد الرحمن. عفاف عبد الرحمن رئيس جمعية جنة الفرسان المشهورة برقم 5503 لسنة 2014 لكفالة اليتيم ومساعدة الأيتام وتنمية المجتمع. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عفاف. أهلا وسهلا يا حبيبتي. كما أحب أرحب بضيفتي الأستاذة عبير علي محمود. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عبير، مدير فرع جمعية جنة الفرسان. أهلا وسهلا بك، نورتونا. أحب أعرف حضرتك إزاي بدأتي الجمعية وإيه الأهداف تبع الجمعية تبع حضرتك؟ والله أنا بدأت الجمعية لأني كنت بروح كل شهر بدي كفالة في جمعية كفالة يتيم. تمام. فقعدت فيها بتاع نص ساعة كده، يعني أنا حبيت إن أنا أقعد فيها النص ساعة دي. جات لك يعني عن طريق الجمعية دي. تمام. فلقيت ناس كتير جدا محتاجة وناس كتير قوي عايزة المساعدة، فأنا اقترحت على رئيسة الجمعية إن احنا نعمل مشروع. تمام. لما أعمل مشروع للأسرة ويخش لها فلوس كل يوم أحسن ما هي تستنى. تمام. كفالة والكفالة عادية يعني. تمام. يعني هي الفكرة جت لحضرتك بس عشان خاطر حضرتك ان انا عملت المشروع وحصل انتاج يعني منه والاسرة اشتغلت. كانت الفكرة عن طريق برضو جمعية تانية وكنت أيوة بتروح وحبيت بقى ان انا اعمل جمعية لنفسي. تمام يا حبيبة قلبي. هل الجمعية دي بقى من ذاتها يعني من مجهود حضرتك ولا كان في حد بيساعد حضرتك؟ من مجهود الشخص. حبيبة قلبي. بس هي بصراحة في يعني اهل خير هم اللي موقفينها. تمام. فاهماني؟ بس انا اللي اسست الجمعية. يعني اساس الفكرة كانت عند حضرتك. بتاعتي انا. من اول بداية حضرتك. وصليت ركعتين استخارة لله لان انا ام الاربع بنات. حبيبي قلبي ربنا يبارك فيك. فحبيت ان انا استخير ربنا، هل العمل ده هيشغلني عن بناتي أكيد وبيتي؟ اكيد. فسبحان الله يعني الحمد لله يا رب. وكمان بياخد من وقتك اكتر يعني. كل وقتي في العمل ده. فعلا. يعني حقيقة. انا حاسه مقصره في بيتي ومع بناتي بسبب العمل الخير، بس بناتي حابينه برضه. دور حضرتك ايه يا استاذه عبير؟ انا بالنسبه للفرع الثاني. المدير التنفيذي في الفرع الاول والثاني. تمام. يعني انا ماسكه المكتب. تمام يا فندم. يعني حضرتك ماسكه المدير هنا وهنا التنفيذي. تمام ان شاء الله. ايه بقى دور حضرتك؟ والله انا في المكتب الفرع الاول بستقبل الحاله. تمام. سواء كانت ايتام، مساعدات، مرضى سرطان، كانسر يعني. وبعدين بتكلم معاها فهي بتقول لي حالتي 1 2 3، فبقول لها اتفضلي حضرتك هاتيلي الاوراق بتاعتك. طب الحالات دي بتوصلوا لها ازاي؟ الحالات دي هم اللي بيجوا لنا الجمعيه. يعني انتوا بتوصلوا من انا فاهمه حضرتك، الحالات دي بتجي لك الجمعيه. انا ممكن اجي اقول لحضرتك مثلا انا تعبانه او انا محتاجه حاجه. تمام. حبيبه قلبي حضرتك لازم اعمل الاول دراسه جدوى. تمام. انا عايزه اقول لحضرتك ما انا لسه هكمل لها النقطه دي. تمام. ان هي لما بتيجي الجمعيه بتجيب معاها الاوراق بتاعتها. تمام يا فندم. فانا بكلف فريق بحث عندنا في الجمعيه تابع للجمعيه. تمام. بيطلع لها بحث. بيشوف حالتها هل هي صادقه هي مش صادقه في كلامها. ايوه تمام. طبعا هو ليه بقى طريقه يعني بيتحرى عن الحاله اللي يستاهل عشان يعرف مين اللي بيستاهل ومين اللي ما بيستاهل. تمام. فبيجي يرجع لي انا يقول لي ان الحاله دي بتستاهل عشان تحس يعني. ان انت حتى اللي الامانه في مكانه. طبعا راح في مكانه. تمام يا حبيبتي. فبيجي بقى الباحث يقول لي ان الحاله دي بتستحق، فعلى اساس كلامه انا بعرض الموضوع على مدام عفاف رئيسه. تمام. الجمعيه فهي خلاص بتوافق على الحاله ان هي فعلا تستحق المساعده اللي احنا هنقوم بيها اللي هتتقدم معاها. تمام. فبعد كده بقى بعمل لها الكارنيه بتاع الجمعيه عليه طبعا الختم بتاع الجمعيه بتاعتنا. تمام. اللي على اساس بقى بعد كده ان هي بتيجي كل ما يبقى في مثلا تبرعات ليها. الكارنيه بتعمل لها كعضو داخل الجمعيه. تمام. مش عضو حالة. مش عضو هي حاله. امال مش عضو اللي هو هي بقى. حاله عندنا الكارنيه ده بتبقى متثبته حاله في قلب الجمعيه ويبقى ليها الحق ان هي تيجي تقبض بيه كل شهر يثبت ان هي حاله عندي. يدي بيه عشان هم كتير بتاخد كمان كل شهر من الجمعيه في شهريه بتطلع لها. تمام. ولبس غير ان ولبس هي بتاخد الادويه بتاعتها وبتاخد طبعا كل حاجه. لو هي مرضى بتاخد العلاج من عندنا وبتاخد كفاله شهريه، ولو هي مثلا والاوراق بياخدوها منها وطبعا
بيبتدي يتصرف لها كل شهر كل شهر مرتب ايه حضرتك اللي بيتاخد منها؟ الاوراق اللي هي طبعا تخص ان هي الايتام مش قادرة او مرضى تعمل اللي هي الحاله بتاعتها تتثبت عندنا في الجمعيه. تمام زي الفل. يبقى اوراقها عندي وهي مثبته في دفتر. تثبت ان هي محتاجه بتليفونها والبحث بتاعها متاشر عليه ان هي دي تثبت. بنعمل لها فايل عندنا وبيفضل عندنا، وكل ما بتيجي بالكارنيه بتاع الجمعيه المختوم. ايوه تمام. على اساس الكارنيه بقى بنعرف ان دي حاله عندنا. لان هم كتير جدا. خلاص احنا كده عرفنا ان دي ثابته عندنا. دي ثابته عندنا ليها حق في كل حاجه بتجي لنا. تمام. واحنا بقى لما بتجي لنا حاجات تبرعات او مثلا يعني اكل لبس اي حاجه احنا بقى بنتصل عليهم. بتبتدوا بقى تعرفوا مين اللي معاكم في الجمعيه عن طريق التسجيل اللي موجود عندكم. طبعا في الفايلات كل حاله ليها فايل عندنا. تمام. وليها رقم تليفون. تمام. بتتصل بيهم وتتواصل معاهم. بنتصل بيهم ونتواصل ويجوا الجمعيه ياخدوا اي حاجه يعني موجوده. اللي موجود اللي بيجي من اهل الخير. ايوه فعلا. طيب يا استاذه عفاف، ما هي المشروعات اللي الجمعيه ممكن تقدمها للناس اللي هي عندها اسره مثلا ومش قادره تعمل زي مشروعات صغيره؟ والله مشروعات في ناس صغيرة. احتاجت مني مكان خياطه وانا بالفعل اديتهم. طلعت 4 مكانات تقريبا. تمام. وانا عندي 4 مكانات في المكان بنعلم فيه البنات الايتام اللي هم مش متعلمين. وبنعلمهم كحرفه كده. ده الفرع الثاني اللي احنا فاتحينه. الاحذيه بتاعه الافراح بنعملها، بنعمل كروشيه ان شاء الله. ففي كذا مشروع عندنا وربنا المستعان باذن الله. تمام كويس. يعني انتوا كمان في عندكم في المكان؟ عندي مشاريع. في ناس بتدينا جزم الافراح بتاعه العرايس والبنات بياخدوها في البيت بيشتغلوا. طب كويس. وايه كمان؟ في تدريس عبايات. في وبندي كورسات تفصيل. وبندي محو كورسات اميه. وكمان عاملين عندنا في الفرع الثاني اللي هم يعني الاولاد اللي هم زي يعني مثلا اللي بيجوا عايزين دروس او كده زي دروس تقوية يعني تقويه للاطفال الغير قادرين مجانا. دروس تقويه في فتره المدارس. تمام. طب كويس. والفصول بتاع التقويه دي اللي انتوا بتدوها او بتبقى الناس دي عارفين طبعا ان هم محتاجين للفصول دي؟ احنا بنجيب الحالات بتاعتنا الحالات بتاعتنا بتاعت الجمعيه بنقول لهم ان احنا عندنا مشروع 1 2 3. اللي عايزه مثلا تفصيل بتيجي تسجل اسمها ان هي عايزه كورس تفصيل. استاذه بتتكلم في دروس التقويه. ما انا بتكلم بقول لها كله يعني. على معانا اتصال ريتال من القاهره. ريتاج ريتال ولا ريتاج؟ لا ريتاج. الو الو السلام عليكم. ازيك يا استاذه ريتاج؟ الحمد لله. ماما يا ماما انا ريتاج. انا فرحانه جدا وفخوره بيكي وربنا يخليكي لينا ويا رب تعملي خير كده على طول. يا حبيبي يا قلبي يا حبيبتي يا حبيبتي ما شاء الله. انا دي بنوتي الصغيره خالص ما شاء الله. مفاجاه حلوه جدا طبعا منها طبعا. حقيقه انا فرحانه يا ريتاج ان انت اتكلمتي يا حبيبه حبيبتي. نورتينا نورتينا يا استاذه ريتاج. اصغر بنوته عندي. المكالمه قطعت. فصلت. طيب كنا بنتكلم على دروس التقويه. يا حبيبتي بالنسبه للدروس. يا حبيبتي طبعا الفرع تبع حضرتك هو انا عايزه اعرف بس هو الفرعين جنب بعض ولا كل عندنا فرع في الوراق. تمام. عند مصنع الكراسي عماره رشاد العربي. ده الفرع الرئيسي بتاع الجمعيه. انا مديت نشاط في عزيز عزت. تمام. جبت مكان. المكان ده هو اللي عاملينه. امبابه مقر الجمعيه. امبابه ارض عزيز عزت. تمام. جبنا مكان هناك عاملين فيه تحفيظ قران ما شاء الله. محو اميه. فصول تقويه للغير قادرين. طب تمام. طيب الفصول التقويه اللي بتعملوها انا اعرف ازاي الناس دي محتاجه دروس او لا؟ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. ما هي دي حالتي. تمام. اللي مسجله عندي في الجمعيه اللي هم اولادهم. اولادهم. هم لو جات لي حاله بقى خارجيه من بره. لان في مدرسين عندي بيخشوا عندي يقولوا لي هندي الحصص دي مجانا. الله يبارك من غير اي فلوس. طب تمام. ففي كذا مدرس متطوع معانا مجانا من غير اي فلوس. كويس جدا. بما ان طبعا الدروس غاليه جدا دلوقتي. طبعا كتر الف خيرهم يعني. كتر يعني الف خيرهم. كويس الخير برضه اللي بيقدموه. وفي مدرسين تاني بياخدوا اجر رمزي. لان بتبقى دي مصدر الرزق بتاعهم. انا فاهمه. بس برضه بتبقى برضه حاجه بسيطه. حاجه رمزيه جدا. مش زي ما انا اروح ادفع 100 جنيه او 150 جنيه في الدرس. فكتير طبعا يعني بقى فرق كبير. الحمد لله. ربنا يقدر الحمد لله يا رب. بس فاحنا بنتصل بالحالات دي. تمام. لو جات لنا حاله من بره وقالت لنا انا مش قادره او ظروفي بنحاول
ممكن نعمل لها بحث وممكن ناخدها كده تبقى معانا في قلب الجمعية. تمام. فاهميني حضرتك؟ يا حبيبتي. اصل مفيش واحدة هتبقى طيب مش محتاجة وتاني الناس كلها اللي هي محتاجة. معاكم في الجمعية اللي هي بتستفاد بأي تبرع ولا بأي حاجة، هل هم بيساعدوا معاكم في حاجة في الجمعية؟ مثلا احنا عندنا النهاردة ولنفرض رمضان مثلا، في طبخ، في حاجة بتتعمل في الجمعية، بيجوا يساهموا انا وبيقفوا عندي معاكم الناس ولا اللي بيبقى في لا ناس في مخصصة؟ ناس مخصصة عندنا في الجمعية تمام. للوجبات الأكل اللي هي بتطلع ايوه قبل ده الفطار. الفكرة، يعني ان هم بيجوا عندي ناس بيساعدوا. متخصصين لكده. تمام. يعني هم بس بيجوا بس اللي ياخدوا. يستلموا الحاجات تمام. بتاعتهم ويمشوا. طيب بس في ناس كتير قوي لما تيجي تلاقينا مثلا احنا بنعبي بيساعد لو احنا ومستعجلين والدنيا مزنوقين زحمه، يعني مساعدة قبل عفاف بيقفوا احنا معاكم. عايزين نشيل معاكي، قبل عفاف احنا تمام عايزين نغلف ماشي، انا معاكي، بتكلم في كده وهما يعني ان هم نفسهم بيقفوا معانا. بيجوا مثلا بيقولوا احنا مثلا متطوعين بس النهارده مش نعمل بنحب حاجه. اتعب حد. يا حبيبتي ربنا فهماني يعني يتم عليك بنحب يا رب. احنا ايه، لان احنا ما شاء الله علينا كتير احنا برضه، عندنا احنا مش فريق يعني جروب قليلين كده. كده، فاحنا كتير. معايا اتصال. ام وليد اهلا بيكي. الو الو، ام وليد، اهلا وسهلا بيكي يا فندم. ايوه اهلا بيك يا ام وليد. اهلا بيك يا حبيبتي. سامعاكي. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضلي نورتينا. اهلا بيك. انا بشكر البرنامج شكرا وكل لحضرتك. الجماعه اللي في البرنامج كلهم شكرا يا فندم. على راسي من فوق، شكرا يا فندم. وبشكر الشكر مدام ليك انت. عفاف بتاع جنه الفرسان يا رب على يخليك. وقفتها جنبنا، الله ربنا يبارك لك. يكرمك، ربنا وبتساعد يبارك لحضرتك. الغلبان والعيان بتوديه يتعالجوا، ولسه جايبه لي علاج مضني للدكتور وجايبه لي علاج، حبيبتي بألف سلام وبشكرها عليك يا وبقول لها حبيبتي. يجعله في ميزان يا رب حسناتك اللهم كل اللي آمين. بتعمليه معانا يا رب ومع يا الناس رب آمين كلها. يا رب بإذن حضرتك. الله. حضرتك تعرفي الأستاذة طبعا عفاف، وتواصلتي معاها طبعا تبع الجمعية، تاخدي ايوه عارفاها وانا أدوية. عيدتها معاها في الجمعية. تمام. أهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك يا فندم. الحاجة من ضمن الحالات اللي احنا الغريمات اللي بنشكرك احنا سجلنا بنشكرك يا لهم مواليد، فلوس، ألف شكر يا حبيبتي. فصلت هي. تمام، اللي اتفضلي. احنا سددنا لهم الفلوس غريمات. 92,000 من غريمة. الغريمات. غريمة. غريمات. ان شاء الله إيه كان عليهم مبلغ شيك، او مثلا واخدة إيه. حاجة وماضية والله شيكات انا وكده. نفسي اتكلم في الموضوع ده ونفسي ان شاء افتح الله، فيه. ان شاء الله بإذن الله إيه حاجات دي ناس تانية تنجمنا. غريمات بياخدوا من البنوك اللي هي المشروع الصغير. الشعارات الصغيرة. تمام تمام يعني بياخدوا من كذا بنك، يعني ممكن تلاقيهم الواحدة واخدة مثلا من يعني انا 15 علشان 20 اروح بنك. اعمل مشروع بروح اخد كارت من البنك. المفروض ليا بنك واحد اتعامل معاه. والكارد ده لما ما بسددش طبعا فهو بيرفع عليا الله ينور عليك. الشيكات. طبعا بيبقى فيه طبعا محامين، وممكن كمان يبقى فيه طبعا حبس. طبعا ما هم دول كان عليهم حبس اللي هم كل الغريمات واحده. اللي هم الغريمات دول انا مطلعاهم طب ازاي حضرتك بتقدري تتواصلي ليهم لما هم مثلا يبقوا واخدين حكم او والله هي بتجيلي الجمعية وبتقولي أنا عليا تمام. مبلغ 92,000، فلما قالت لي 92,000 دي كتير جدا، اكيد إن طبعا أنا جمعية مبلغ صغيرة برضو مش زي حبيبتي. الأورمان ولا تمام. الرسالة رسالة ولا كده. ان شاء الله فرحت هتبقى قلت لها لا المبلغ كده ان كبير شاء الله. عليا. تمام. قالت لي يا مدام عفاف ده احنا جايين لنا حبس، ده احنا هنتحبس، ده كل واحدة جاية لها حكم 3 سنين. يعني بالفعل كان في حكم كان عليك طالع حكم، وانا مش هقدر امشي لما يجيب لي اما ان تجيب هي لك عليها صورة ان حكم. هي تمام. المهم اتصلت بالمستشار محمود صالح، ده متطوع معانا في قلب الجمعية تمام وبيعمل أي حاجة في قلب الجمعية لله سبحانه وتعالى، ما بارك بياخدش الله عليها فيك. أي مقابل. فقال لي الناس دي عليها حبس حقيقي ولازم يسددوا الفلوس. تمام. كلمت كذا متبرع كده، ربنا قدرني يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا يجعل في ميزان كذا حسناتك يا متبرع، رب. الحاج أحمد والحاج أيوب تمام. وأستاذ محمد وأستاذ علاء، في غريمات معانا وعليهم كذا. سبحان تمام. الله الفلوس بتاعتهم وسبحان الله اتجمعت هو كلها ربنا خالص يكرمها علشان خاطر ورحنا هي اكيد سددناها طبعا وطلعناهم من كانت المحكمة بتعمل خير اكيد طبعا، الحمد او لله يا علشان رب. خاطر اولادها او علشان خاطر طبعا تكفي متطلبات اولادها، فهي اضطرت لده. تمام. طب هي دلوقتي الحمد لله ما بقاش فيه اي لا مشكلة خلاص بالنسبة القضية انتهت الحمد لله، ربنا يجعل كل يا رب الفعل الخير يا رب. حضرتك بقى بالنسبة للفرع التاني أي حاجة بقى بتخص الفرع ده أو ده حضرتك اللي بتبقي مسؤولة عنها، سواء مثلا مشكلة أو سواء في أي. أنا مسؤولة عن الفرع التاني، بروح أتابع المدرسين أو تمام. وبرضو يعني أنا بتابع مواعيد المحاضرات بتاعتهم، بشوف تمام. عندهم مشكلة ولا لأ. بيبقى في كورسات إيه بقى؟ الكورسات عبارة عن كورسات إيه؟ تفصيل تمام. ومحو أمية
وان شاء الله مع اللي هم كل مش بيعرفوا يقروا، اللي هم الاميين اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، اللي تابعين برضو للجامعين. تمام. غير فصول التقويه طبعا. لا يعني ملهاش فصول التقويه، فصول التقويه دي للطلبه. انا بس بوضح بس ده من ده على اساس بس فصول التقويه للطلبه، يبقى في طالب مثلا هو مستوى ضعيف، ايوه في اولى اعدادي مش بيعرف يقرا. فاهمه. احنا بنحاول يتاسس بقى من البدايه ازاي، وازاي بتدوله بقى بتاسسوه على صح. يبقى بقى المدرسين اللي بيدوا للاولاد دول، في منهم اللي بياخد نسب، وفي منهم اللي بيدي مجانا للمتطوع. بيفضي نفسه ساعة ساعة ونص كده، مرتين في الأسبوع أو 3 مرات بيجي. تمام. بما إن حضرتك بقى المدير الإداري للجمعية لدي أو دي الجمعية هنا أو هنا، بتبقى ماسكة حضرتك الحاجات اللي تخص مثلا المتبرعين أو الفلوس أو الماليات والحاجات دي؟ لا، تبقى حضرتك ماليش علاقة بالماليات دي حاجة خلص. ودي حاجة. لا ماليش علاقة بالماليات، الحاجة دي بتبقى معايا مع مدام مع المتبرع حضرتك وأنا... الرئيس. تمام. أنا قصدي يعني اللي هو بيحتاج حاجة أو اللي بيجي ياخد حاجة، ده بيبقى تبع حضرتك أنت. تمام. كتبرعات وكمتبرعين، يعني التبرعات لما تيجي مدام عبير تقول لنا في روشته مثلا لازم ارجع لها وهي تدينا القرار، نقدر نجيبها. نقدر نجيبها. تمام. ما نقدرش، ممكن نستنى يوم او يومين ونجيب الروشته دي. تمام. في منظار عاوز يتعمل، اشعه عايزه تتعمل، يعني كمان في ناس بتعمل عمليات كمان. طبعا. بسم الله ما شاء الله. طيب وبالنسبه للدكاتره او بتوصل لهم ازاي؟ عندي دكاتره مجانا كتير جدا ما شاء الله. مصطفى محمود كمان ومصطفى بيعمل لنا اشعاعات وعمليات بنص الثمن. بنص الثمن بيتعامل معانا. ربنا يبارك لكم يا رب. عندي اسنان وعندي مخ واعصاب وبعدين دكاتره كبيره. معايا مكالمه من ضحى. الو. اهلا. السلام عليكم. اهلا بيك يا ام ضحى. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الله يخليك. برنامج اهالينا. ايوه يا فندم اتفضلي، نورتينا. ايوه حضرتك، انا بتصل دلوقتي عشان عايزه اشكر الاستاذه عفاف والاستاذه عبير على مساعدتهم معانا واهداف الجمعيه اللي مشرفه الدنيا كلها في المدينه. نورتينا. نورتينا يعني. ست محترمه جدا وعمرها ما كسفت حد. يا استاذه عبير واقفة جنبينا، أنا شخصيا وقفت معايا كل عيد، كل مناسبة في رمضان. واضحة حالة عندنا في الجمعية دلوقتي، في محو أمية. تمام. في تعليم خياطة. تمام. يعني أستاذة الواحد يتشرف فيها في كل مكان. ربنا يكرمك. وبتقدر الناس وأسلوبها وطريقتها ذوق جدا مع الناس. ربنا يخليك. حضرتك معاهم في الجمعيه وتعاونها مع الناس حضرتك في الخير. حضرتك يا مضحى معاهم في الجمعيه بتتعلمي في الجمعيه ان هي بتساعد الناس. دلوقتي بقى عندنا كوتشات بنعملها ما شاء الله للعرايس، في تصنيع داخل الجمعيه. تمام. حاجة تانية لو حد راح أنا شخصيا رحت لها قبل كده بروشيتا. تمام. ساعدتني وجابت لي أدوية. كان عندي محل ساعدتني فيه في رمضان، بتكسرنا أولادنا. ربنا يبارك لها يا رب. ربنا يبارك لها يا رب على قد الخير اللي هي يعني ست. ربنا يبارك لها يعني يا رب. اللهم واقفة جنب الناس كلها. وأستاذة عبير ست كويسة، حتى أما بنخش بتعاملنا باسلوب راقي. انتوا حبايبي. الله يخليكي. ربنا يبارك فيكي يا رب. طب كويس. بتتعلموا يا مضحى بقى ايه اللي بتتعلموه يا مضحى في الجمعيه؟ ايه اللي اتعلمتيه؟ نشكر الاستاذ الزين برضو. ميرسي. ربنا يخليكي. استضيفه الاستاذ عفاف. تسلمي لي. ده هم منورين والله في قرى. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله. تسلمي لي يا حبيبي. ربنا يكرمك. تسلمي لي. شكرا لاتصالك يا مضحى. شكرا. شكرا يا حبيبي. ما تديكيش فرصه تسالي. انا مش ما عرفتش اسال. حبيبتي انا عايزه اعرف بقى اللي هم رجال الاعمال والناس دي ليهم دور معاكم في على فكره في هي جمعيتي. انا اسست جمعيتي وانا وقفت جمعيتي على رجل بدون تدخل من رجال اعمال ولا بس هم اللي موقفين الجمعيه دلوقتي. اكيد اكيد. ما هو يعني انا بتكلم في دلوقتي يعني انت فعلا كنت اساس الجمعيه وكل حاجه. بتكلم بالنسبه لرجال الاعمال واقفين معاكي بيدعموكي اكيد طبعا. كتير والله كتير قوي، وكتر الف خيرهم وعندهم ثقه فينا الحمد لله. جميله قوي. تمام. يعني حاجه كويسه طبعا. لو تحبي اذكر اسماء انا عادي عادي جدا. أنا طبعا احب اتشرف بيهم والله. يعني انا عندي الحاج احمد فؤاد ما شاء الله عليه تاجر احذيه. تمام. بيدي كفالات كل قدام المتبرعين. بيدي كفالات كل شهر 23000 جنيه. الحاج ايوب برضو بيجهز عرايس. الحاج يحيى الحناوي، الحاج احمد صابر.
ربنا يبارك لهم يا رب على قد الخير اللي الناس هم دي بيعملوه. واقفه معانا جامد جدا اكيد تمام. والحمد لله بتصل بالتليفون كده وبقول له انا محتاجه كذا، يقول لي ساعتين زمن وتكون عندك، بالليل وتكون عندك. تمام. اي حد يعني والله. كمان مش بيستنى يوم اتنين ولا حاجه علشان ولا خاطر اي يرد حاجه عليكي؟ او والله ما فيش. ما شاء الله. اول ما بكلم الحاج احمد صابر مستر جول، اول ما بقول له حاج احمد انا مثلا عايزه جهاز عروسه، يروح يقول لي تمام تمام مفيش. ما شاء الله. مفيش اخر النهار الاقي العربيه بتتصل بيا احنا جايين من عند الحاج احمد ما شاء الله. هي يعني كمان ممكن لو عروسه كمان بتجهز او عروسه ناقصها حاجه، في ناس بيستعيدها طبعا عن طريق الاستاذ عفاف، بيروحوا لها وهي طبعا بتساعد اذا كانت عروسه محتاجه حاجه او ناقصها حاجه. بتروح حضرتك تجيبها لها. عرايس كتير جدا. تمام. تمام ما شاء الله. برضو بقول لي الحاج احمد، حاج احمد فؤاد انا عندي عروسه ايتام. تمام. يقول لي ناقصها ايه؟ اقول له ناقصها كذا كذا. اللي ناقصها بتكتبيه وبتاخديه طبعا منها على اساس يعني اول بصي اول ما بقول له كده يقول لي ارحميني يا عفاف خلاص انا تعبت منك. احنا عندنا فايل للعرايس اصلا، عندنا فايل عاملينه في المكتب. للعرايس اللي الحاله مامتها تقول دي عروسه وكده، فبنساعدها باللي هي عايزاه. التبرع بقى بيجي لكم انتوا اللي بتطلبوا ده، ولا التبرع ده بيجي كل شهر من الناس تلقائي كده هم اللي بيجيبوه من نفسهم؟ اي حاجات شهريه ثابته؟ حاجات شهريه ثابته اللي هي 23000 جنيه دي بتدفع للاسر كل اسره 100 جنيه، دي شهريه ثابته. تمام. لكن حاجات العرايس الاجهزه بتاعه المعاقين مثلا حد محتاج كرسي معاقين دي بنسعى احنا بنجهزها. لو انا مش عندي انا بتصل باي متبرع. بالناس طبعا اللي هم بيعملوا الخير وبتتواصل معاهم، اللي محتاج اي شيء بتتصل بيه، هي لو مثلا حاجه كبيره او غاليه او مثلا مكلفه طبعا فوق طاقه حضرتك، فبتتواصلي مع الناس اللي هم اهل الخير بيجيبوها لحضرتك. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقنا يا رب، وربنا يوفقنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب. اللهم امين. هي الصدقات فعلا مش بالكلام، يعني الصدقات ولا بالمال. الحمد يعني لله. الصدقه مش بالمال اكيد طبعا، باي حاجه كويسه الناس تقدمها لبعضها. وبالنسبه للايتام ان انت تقدمي لهم حاجه او تروحي جدا. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هدايا. انا باخد باص اطفال وبنروح نفطر بيه بره، ممكن الناس تكون عامله مائده في الشارع ونقعد ونفطر على المائده. بترسمي على وشهم البسمه، انت بتدخلي اصلا عليهم كده بتحسي ان انت المسارح كمان ايام ما كانت فاتحه يعني، ونوديهم مصيف يومين ثلاثه عشان ندخل ندخل عليهم البهجه والفرحه يعني. تمام. معلش بس عشان الوقت معايا والله، بس انا مش حابه اصلا اختم معاكم، بس ان شاء الله باذن الله هنبقى لينا حلقات تانية ان شاء الله باذن الله، وهنكمل علشان خاطر حضرتك بالنسبه للغريمات كنت حابه يبقى معانا ناس النهارده، بس ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله ان شاء الله وعد ان شاء الله يبقى معانا اثنين اللي كنت حابه تجيبيهم يبقوا معانا الحلقه الجايه باذن الله. نورتينا نورتينا يا استاذ عفيف، نورتينا يا استاذ عفيف، وان شاء الله لينا كتير حلقات ان شاء الله جايه باذن الله. وبعد الفاصل ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل مع فقره مواهب ان شاء الله. ورجعنا بعد الفاصل وفقره مواهب مصريه، ومعي اليوم الشيخ القارئ للقران الكريم الاستاذ احمد عبد المنعم سيد. الاستاذ احمد معانا من ابن محافظه الشرقيه مركز منيا القمح. احب اسال حضرتك يا استاذ احمد، في اي سن خدمت القران الكريم او بدات ان انت حضرتك تقرا القران او تروح تقرا قران وكده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا نشأت في أسرة يعني أسرة بسيطة متوسطة الحال. تمام. فولدت مكفوف للبصر. فسأل والدي يعني عدة مشايخ كبار، وكان من ضمنهم رجل من عندنا من القرية. فقال له الشيخ عبد الرؤوف النادي، فقال له اعمل ايه لابني او اوديه مدرسه ايه؟ تمام. فقال له اهبه القران الكريم. تمام. فوهبني والدي للقران، والتحقت بكتاب القريه وحفظت القران واتممته وانا في الصف السادس الابتدائي. بسم الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك ظللت بالكتاب حتى في الصف الثاني الثانوي، التحقت بقريه مجاوره لنا عند فضيله القارئ الشيخ حسن فتحي اسعد، وجودت عليه القرآن، وحاليا بمشيئة الله نشرح في علوم القراءات السبع. تمام يا استاذ.
معي كمان الموهبة الجميلة الطفلة مريم أحمد كمال. أهلا بك يا مريومة. ومعايا والدة الطفلة الأستاذة هديل حسام. أهلا بك يا أستاذة هديل. الأستاذة ممكن نسمع حاجة من مريم بتنشد، يا إنشاد ديني، سمعنا حاجة. أنت نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا عليك قادرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد نبي ما شاء الله، شاطرة يا حبيبتي، برافو عليكي. يا أستاذ أحمد، الشيخ أحمد، من الذي شجعك وأعانك حتى اكتمل معك القرآن الكريم؟ والله في الأول وفي الآخر الشكر لله لوالدي بالله. ولوالدتي، أنا بالله، وطبعا لربنا قبل الكل، ولكن يعني الأسرة لها عامل كبير إنني أحفظ القرآن وتشجيع للقرآن، تمام، لحفظه حتى أتممت حفظ القرآن الكريم. ولكن يعني لما كنت مثلا أذهب عند الشيخ في الكتاب وأنا صغير، كنت طيب مثلا نسمع حاجة بس يا أستاذ أحمد، يا شيخ أحمد معلش بعد إذنك، اتفضل هنسمع حاجة بس بعد إذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نشكرك يا استاذ احمد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صوتك جميل جدا ما شاء الله. الله يحفظك يا رب. نسمع حاجه منك يا استاذه. استاذه هديل اتفضلي. طيب كده المايك تمام، اتفضلي. انا هقول انشاد للمنشد منصور السلمي. تمام. منشوده اسمها ايقنت ان الله يجبر خاطري. تمام. اتفضلي. ايقنت ان الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي من لي سواك يغيثني رباه. هذه دموع التوب أذرف حرها، ورديت ربي كيف لا أرضاه، ورديت ربي كيف لا أرضاه، والله يهديني خصوص معية ولهفتي لله وشوقاه. ومضيت أذكر خالقي شوقا له، أواه من شوقي له أواه، والله يعلم من يحب لقاءه، فأحبه وأحب أن ألقاه. لما سجدت وقلت ما في خاطري، أحسست سبحان العلي علاه، أحسست سبحان العلي علاه. الوقت معانا، نسمع حاجة منك يا مريومة، حاجة تاني منك يا مريم، يلا سمعينا حاجة. قمرون 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 سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. جميلة يا مريم ما شاء الله، صوتك حلو قوي. خلاص يا مريومة ما شاء الله. حضرتك اللي بتعلمي بقى مريم الانشاد والحاجات دي، ولا هي اللي طالعه كده من نفسها بتتعلم؟ هي يعني صوت، يعني صوتها كده. لا صوتها حلو ما شاء الله، بس انا بحاول احفظها بقى. لا صوتها حلو، بس هي عشان لسه صغيره ففي الحفظ لسه ما بتحفظش يعني برضه، بس هي على 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 سنها ده كده كويس ما شاء الله، صوتها جميل ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. تحفظي قران؟ شاطره شاطره يا مريم ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها يا حبيبتي يا رب.
تمام. انت برضو يا استاذ احمد حضرتك ليك في الارشاد ولا هو بس القران؟ قراءة بس. قراءة القران بس. تمام. حضرتك خاتم القران كله ولا؟ الحمد لله. احنا ما شاء الله. بتروح حفص عن عاصم من طريقة الشاطبية. تمام. وقرأت رواية ورش عن نافع وحاليا ان شاء الله نقرأ السابعة بأمر الله. بإذن الله. حضرتك بتروح بقى بتقرأ قرآن في أماكن أو بيجي لك مثلا دعوة من حد بتروح؟ في العزاءات، أدعى في العزاءات. تمام. بفضل الله يعني في قريتنا وفي بعض القرى المجاورة يعني. تمام يا فندم. ولكن يعني بفضل الله وأهل القرية برضو يعني بنقرأ في البلد على طول. يعني أي مكان بيجي لك فيه دعوة حضرتك بتروح طبعا تلبي الدعوة. بأمر الله. إن شاء الله بإذن الله. طب تسمع حاجة كده بسيطة كده إن شاء الله، في آية كده من حضرتك، اتفضل. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عشان خاطر وقت البرنامج صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس عشان خاطر بس الوقت والله معلش اسفه. صوتك بسم الله ما شاء الله رائع. اشكرك يا شيخ احمد، الف شكر. وان شاء الله بامر الله على حلقات ثانيه ان شاء الله كتير. واشكرك يا استاذه هديل، اشكرك يا مريومه. معلش عشان خاطر الوقت معلش عشان خاطر الوقت السماعه فصلت. بشكركم أعزائي المشاهدين وعلى وعد بلقاءات أخرى إن شاء الله. وانتظروني بأمر الله كل اثنين بإذن الله الساعة من 11 ل 12 بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.